فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا فات الإنسان الوتر فهل له أن يصليه بعد أذان الفجر؟ إذا طلع الفجر فلا وتر، لكن يقضيه بعد الشمس، بعد ارتفاع الشمس يقضيه مع شفعه. إذا كان يوتر بثلاث يجعلها أربع لتسليمتين، إذا كان يوتر بخمس يجعلها ست، وهكذا. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.